بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير الدولي العمومي في محافظة البحيرة، ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 29/4/2022، وتعالوا نشوفوا الماعز اسعاره ايه مع المعلم حسين ابو جليطة. صباح الخير يا عم حسين. صباح البركات. عامل ايه يا عم الحاج؟ كل سنة وحضرتك طيب. صباح السلامة الله يخليك. الله يبارك لك. اسعار الماعز ايه النهاردة؟ والله اسعار كويسة الحمد لله، يعني الله اكبر خفيفة كويسة. بسم الله ما شاء الله على الماعز النهارده مع عم حسين ابو جليطه الراجل التاجر الكبير تاجر ماعز النهارده في سوق ابو المطامير. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل يا معلم. كل سنه حضرتك طيب. تبع عم حسين ابو جليطه برضه؟ ان شاء الله تبع عم حسين ابو جليطه ان شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. مين؟ الاستاذ حمد ابو خصوه. الاستاذ حمد ابو خصوه. الله يبارك لكم يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. ذكر اللي انت عامل ذكر يا ريس كسر جوز. كسر جوز الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على الماعز يا جماعه. ذكر قصر جوزة. عمره قد ايه يا عم حسين؟ عمره سنة يا ريس. عمره سنة. بسم الله ما شاء الله. خد اللهم صل على النبي. خد ابو جليطة حط لها حط تعمل جيبه من ورا بالظبط. قيس وانت من ورا ولا الله. ايوه يا حاج لازم نجيبوه كامل. عامل كام يا عم حسين الله وكيل دي؟ زي ما تقول يا ريس. ها؟ زي ما تقول يا ريس. كام والله يا عم حسين؟ لا عزلون يا خال. عزلون. بقول يا عم ده شغل جوزة. ده ب 38 وده ب 42. 38 و42 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. ابو جليطه 8 8 دي يا عم حسين حاجه فاخر هنا يا ريس. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. قصر حيد عم حسين قصر جوز يا ريس. قصر جوز برضه. بسم الله ما شاء الله. عامل كام الله وكيل عم حسين دي؟ عم نقوله خلاص يا عم الحاج. ها؟ عامل 47 4700 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك عم حسين. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بص على الحدث الجديد ده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. انت عامل كام ده عم حسين؟ الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. قصر حياة عم حسين قصر جوز واحد يا ريس. قصر جوز. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر على المال يا جماعه. عامل ياما ده عم حسين؟ ده عامل 55 يا ريس. 5500 يا جماعه. جدي ايه نوع يا عم حسين؟ مالت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. قصر حياة عم حسين قصر جوز واحد يا قصر جوز يا جماعه عامل 55. الله اكبر. في قدام زين جاي كده عم حسين 94 كيلو يا جماعه جاي 96 كيلو وده 96. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز جديان يا جماعه لحم تقيل. بسم الله ما شاء الله مع عم حسين ابو جليطه الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر حاجه فاخر يا ريس. عامل 55 اخر عم حسين الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. طب الجدي ده ابو جرون ده عم حسين برضه؟ ايوه معلم. كم كيلو راخ؟ ده اكتر من 98. اكتر من 98. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. حبيبي حاضر يا حاج حمدي. بسم الله ما شاء الله. اكتر هناك برضه في الزر حبيبي. ادينا رقم التليفون يا عم. 012 021 5782 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. غازي منشيت عامر مركز ومدينه كفر الدوار اللي فوق ده. كفر الدوار سيدي غازي منشيت عامر. الله يبارك لك عم حسين. مركز ومدينه كفر الدوار. مركز ومدينه كفر الدوار. الله يبارك لك. شكرين يا عم حسين. واي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض. اللهم صل على النبي على الماعز يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. اللي تعرفه باسمك؟ محمد الشرنوبي. المعلم محمد الشرنوبي ابن ايه؟ من ابو المطامير. تاجر ولا جنان؟ تاجر. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ده نحو ميدول حاجة شامي. اللهم صل على النبي يا جماعه. الشامي اهوت الودن اكبر من راسه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. متى؟ بسم الله ما شاء الله. متى دي خلفها دي حي؟ ايوه خلف. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صور رجع عينيا يا حاج. صباح الفل. الاثنين سعرهم واحد على بعض؟ لا. طب دي بكام ودي بكام؟ هتطلع على النت خلصان. 2000 ونص؟ ودي ب 2000. ودي ب 2000. دي عشر بالضمان ودي فاضي. دي عشر؟
ودي فاضية؟ الله يبارك لك. كسرة حية العشرة دي؟ كسرة ستة. كسرة ستة ودي؟ كسرة جوز. كسرة جوز الله يبارك لك. دي ب 2000 ودي ب 2000 ونص. اه العنزة والبتية. اللهم صل على النبي، عنزة وبتية الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. جدان دي برجع معلمي؟ الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. طب تقول لنا أسعارهم كده بالمرة. 100 زولدة ب 2000. بسم الله ما شاء الله. جادي دي ب 22 ودي ربعتين ب 2000 الله يبارك لك. طب ادينا رقمك عشان لو حد عايز حاجة يتواصل معاك. 010 200 15 35 كم؟ 2 الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه هاي الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الشكرين يا معلمي. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا رجالي، كل سنه وانتم طيبين. نتعرفوا باسمك يا حاج عطيه. معلم عطيه قاعد فين؟ في التله. التله ابو المطامير الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. شامي الله اكبر. ام خلفه ده حاج؟ اه خلفه. اللهم صل على النبي. شامي الاثنين. اللهم صل على النبي. كسرين حيه؟ واحدة كسر أربعة وواحدة لباني لسه، ودي كسر أربعة. اللهم صل على النبي. طب صنعته مي لحم ولا؟ واحدة عشر وواحدة لحم. ديت عشر ودي لحم. بسم الله ما شاء الله. عاملة كام العشر ده حاج؟ ايه عاملة كام العشر ده؟ هما الاثنين مع بعض. مع عاملين كام والله؟ بثلاث آلاف. بثلاث آلاف بسم الله ما شاء الله. واحدة لحم واحدة عشر يا جماعة شامي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. عاملين 3000 الاثنين. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. دي كسر أربعة وديت لبان. اللهم صل على النبي. يعني تاجر يا عم عطيه انت؟ طب ممكن رقم تليفونك لحد عايز حد يتواصل معاه؟ بسم الله ما شاء الله. شكرين يا عم عطيه وصباحك ابيض، كل سنه وانت طيب. اللهم صل على النبي على الماعز يا جماعه. السلام عليكم يا رجاله، كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على النبي. الله اكبر. عمري قد ايه دول يا حاج؟ عمري قد ايه دول؟ شهرين يعني. شهرين يا ما عليهم يا اخي، ده لسه مولدين النهارده. ها؟ يا عبد الله. عمر قد ايه يا حاج والله؟ عمر قد ايه؟ عمر قد ايه؟ اسبوع؟ لا ده شهر ونص. شهر ونص. اللهم صل على النبي. ذكر ولا انتهى؟ ذكر وانتهى. ذكر وانتهى. بسم الله ما شاء الله. ده برتاعش وصقعانين خالص يا اخي. لا ما صقعانين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ذكر وانتهى يا جماعه. عمر شهر ونص. 8 ونص. بسم الله. عاملين كام؟ 8 ونص. الاثنين عاملين 8 ونص؟ الاثنين عاملين 8 ونص. عليهم؟ لا مش يابا. الله. دوك الفراخ بكام؟ أيوة 40 جنيه. 200 جنيه. 850 جنيه يا جماعه. جادين هم ذكر وانتهى. بسم الله ما شاء الله. ذكر وانتهى. بسم الله ما شاء الله. واللوع بتاعهم برقي؟ اللهم صل على النبي. 850 جنيه. بسم الله ما شاء الله. ذكر وانتهى. معلم صبح الرومي. مين؟ معلم صبح الرومي. معلم صبح الرومي. بتتاجر فيهم يا حاج؟ طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل بيه. ماشي يا باشا. كام يا حاج؟ 010 يا باشا. 010؟ كام؟ 640 3 3 3 3 3 502. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم كده وتواصل معايا حبيبي يا باشا. الله يبارك لك، كل سنه حضرتك طيب. شاكرين جدا. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عمدي. صباح الفل يا باشا، كل سنه حضرتك طيب. الله يكرمك. الله يفرحك. منورنا بحضورك النهارده. بسم الله ما شاء الله. ده عامل كام ده حاج؟ عامل 2000. عامل 2000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه؟ عمره 6 شهور. 6 شهور ب 2000 جنيه. شكرين يا حاج وصباحك ابيض. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي على المعزه الوالده يا جماعه. صباح الخير يا عمدي، كل سنه حضرتك طيب. اللهم صل على النبي. الثلاثه الدكوره اللي انتهت دول ذكر وانتهتين. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. الخلف الجميل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. فرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ده عامله كام المعزه دي يا خال والله؟ 27. عامله 2000 ونص يا جماعه، وراها ثلاث معيز. بسم الله ما شاء الله عليه. الله اكبر. الله يبارك لك يا حاج. حضرتك تاجر ولا غناء يا حاج؟ تاجر ولا غناء؟ طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه يتواصل بيه؟ حبيبي متشكرين جدا يا حاج. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. المعزه هي وراها ثلاثه خلف. بسم الله ما شاء الله. ذكر وانتيتين. الله يبارك لك. عامل 2000 ونص. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. متشكرين يا عم الحاج، واجعل صباعك ابيض.
السوق ابو المطامير النهارده. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء يا خير الاصدقاء.